المعارك في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة تشد يوما بعد آخر، وعجلت قوات العمالقة والمقاومة هناك مستمرة في الدوران للتقدم باتجاه مدينة الحديدة، ولم يعد بينهما وبين أول نقطة في مديرية بيت الفقيه سوى بضعة كيلومترات. في الأيام الأخيرة وصلت هذه المعارك إلى ذروتها، فالأنباء الواردة من هناك تقول إن عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا سقطوا بينهم قيادات ميدانية خلال المواجهات، بالإضافة إلى مقتل عدد من أفراد قوات العمالقة والمقاومة بحسب المركز الإعلامي لجبهة الساحل الغربي. عقب هذه المعارك تمكنت قوات العمالقة من تأمين مناطق الجاح ومحيطها بشكل كامل، وشرعت في نزع الألغام التي خلفتها الميليشيا قبل انسحابها، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والصواريخ. بالتزامن مع هذه المواجهات شنت مقاتلات التحالف غارات جوية مركزة استهدفت مواقع متفرقة للميليشيا في مديريات الدريهمي وحيس وزبيد والحسينية، كما استهدف الطيران أيضا تعزات عسكرية أدت إلى سقوط قتلى من عناصر الميليشيا. يبدو أن الوضع في الساحل الغربي لم يعد قائما بين المد والجزر، وأصبح مقتصرا على المد فقط والتوغل نحو قلب مدينة الحديدة من قبل قوات العمالقة والمقاومة.